السلام عليكم. تعالوا نسوي طرش اللهانة الحمراء بأسهل وأطيب طريقة، وصفة جدا سهلة وسريعة، وتقدرون خلال ساعة تاكلون من هذا الطرش الطيب وأيضا الصحي. طرش اللهانة الحمراء من أسهل الوصفات اللي راح تلقوها بقناتي وصفات ضحى العراق. إذا هي أول مرة تتابعوني دوسونا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس وتابعوا وياي بالتفاصيل طريقة العمل. نبدأ وصفتنا بسم الله. المقادير بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو لهذا الفيديو ولكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي، تقدرون تستفادون من عدها بكل الأوقات. هنا راح أستخدم راس واحد من اللهانة الحمراء، تقدرون تأخذون وزن كيلو أو مقدار راس واحد، هذا الحجم تكون متوسط. راح أبدأ بتقطيعه بهذا الشكل، راح أقطعه بشكل مربع أنه يكون عندي يعني بشكل أرباع. استخدم افضل سكينة عندي تكون حادة حتى ما تتعبني، وراح اقسمها بهذا الشكل. طبعا بنات هذا الطرش صحي وتقدرون تاكلون من عنده، خصوصا اذا كنتوا تريدون تنزلون وزن، وايضا معروفة اللهانة ومعروفة فوائدها الصحية. هنا بعد ما قسمته بهذا الشكل راح أشيل هذا الجزء الأبيض. بنات طريقة التقطيع مهمة حتى نتخلص من هاي الأجزاء اللي تكون سميكة، وراح أبدأ أقطعها بشكل شرائح بهذا الشكل. أحاول إنه تكون الشرائح عندي رفيعة بهذا الشكل. بنات كل ما تكون الشرائح أرفع كل ما ينطيني نتيجة أفضل. وهذا الطرش مثل ما قلت لكم بداية الفيديو طرش سريع وأيضا صحي، يعني ممكن إنه خلال ساعة تقدرون تاكلون من عنده. بالإضافة طريقة تحضيره ومقاديره جدا جدا بسيط ومتوفرة بكل بيت. راح أكمل تقطيع كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وهنا كلها راح أضيفها بكاسة كبيرة بهذا الشكل. بعد ما قطعتها بشكل شرائح راح أضيف عليها ملعقة واحدة كبيرة من الملح البحري. أستخدم بنات الملح البحري، موجود ومتوفر بالأسواق، يكون الملح الخشن نسميه، يكون ملح خاص للطرشي والمخللات. ما نستخدم أي ملح يكون باليود لأن يصير عندنا الطرشي ممرود. هنا بعد ما هرسته بهذا الشكل تقريبا 10 دقائق، شوفوا لي حجمه شلون صار. راح أضيفه بعلبة أو بحافظة اللي راح اخلي بها الطرشي، راح اضيفه بهاي الحافظة. طبعا بالبداية شفتوا حجمه كبير، لكن هسه راح يصير يعني بعد ما هرسته بايدي تقريبا بهاي الطريقة راح يصير حجمه كلش قليل بهذا الشكل، وتحسوا انه صار شكله ذايب. راح اخذ نص كوب من المي، راح اضيف عليه ملعقة واحدة من الليمون دوزي، ملعقة طعام، وراح اذوبها ايضا، يعني ما فقط اضيفها، لا راح اذوبها داخل المي بهذا الشكل، وراح اضيفها على المخلل. طرش اللهانة الحمراء من اسهل الوصفات الصحية. راح اخلطه كل زين بحيث اتاكد انه ذاب عندي، او راح اضيفه على المخلل على اللهانة مباشر. وهنا الإضافة الثانية راح أستخدم هذا الكاس العادي، راح أضيف به خل أبيض، أي نوعية خل أبيض متوفر عندكم. ضفت نصف كوب، وأيضا راح أضيفه مباشر على الخليط بهذا الشكل. هنا بنات شوفوا لي ما شاء الله، راح أكمل بقية الكمية إلى أن يتغطى عندي. راح أضيف مي تقريبا 3/4 الكوب، احاول انه يكون كل الاجزاء متغطيه داخل المي بهذا الشكل، وبعدها راح اغلفه واتركه تقريبا ساعه بجو المطبخ. بعد الساعه تقدرون بنات تاكلون من عنده ويكون الطرشي جاهز. وشوفوا لي بعد الساعه راح يكون عندي بهذا الشكل. غلقت العلبه كل زين، وهنا راح اخليه بجو المطبخ تقريبا ساعه.
أسرع وأسهل طريقة لعمل طرش اللهانة الحمراء ويا وصفات ضحى العراق. تقدرون تجربون هذا الفيديو وتعتملون هاي الطريقة تكون ناجحة عندكم من أول مرة. وهنا بعد مرور ساعة شوفوا لي يا ما شاء الله تبارك الرحمن صار عندي الطرش جاهز بهذا الشكل وبهذا اللون ما شاء الله تبارك الرحمن. أسهل وأسرع طريقة لعمل طرش اللهانة الحمراء وتقدرون تستفيدون من عندها بكل الأوقات. وهنا بعدها راح احفظها بالثلاجة ويكون عندي متوفر ويا السندويشات ويا العشاء. اذا حبيتوا هذا الفيديو خلونا لايك حتى اعرف نوع الفيديوهات اللي تعجبكم. واذا لحد الان ما مشتركين بقناتي يا ريت تشتركون حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة واكيد جدا لذيذة. واهلا وسهلا بكم وسهمكم العافية.